اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. انا مش عارفه اعمل ايه بعد ما رحت عند الكوافير ورحلها لي شعري تمام، بقيت قرع ولابسه الباروكه. مش عارفه اقول لجوزي ازاي ان انا بقيت قرع، انا مش عارفه اعمل ايه. طب خلاص، انا عندي فكره حلوه جدا. انا هستنى اول لما حد ما ينام، بعدين اقوم جاي اقلع الباروكه بتاعتي وداخله نايمه جنبه وانا قرع، واصحى بقى بدري بسرعه من غير ما ياخد باله والبس الباروكه تاني واليوم هيعدي على طول. الله، انا شايفه ان دي فعلا فكره جامده جدا جدا، والحمد لله ان هو نايم. او اخش بقى انام جنبه بالراحه ونقفل بقى النور ومحدش يعرف خالص ان انا بقيت قرع. هنام بقى بسرعه كده عشان ما يحسش بقى خالص، واقفل النور عشان ما ياخدش باله بقى ان انا بقيت قرع، وان شاء الله يكون شعري طول. ايه ده، انا قلقان قوي، مش عارف الدنيا ضلمه قوي كده ليه، انا ما بعرفش انام كده. ايه ده، مين اللي نايم جنبي ده؟ يا نهاري، ده في واحدة قرعة نايمة جنبي. يا نهاري، عايز افتح النور بسرعة. ايه ده، إلسا، انت بقيتي قرعة ولا ايه؟ ايه ده يا نهاري، شكل شعرك بقى وحش جدا جدا. ايه ده، انت صحيت يا حبيبي؟ معلش مش عارفة اقولك ايه الصراحة، بس انا فعلا بقيت قرعة. يا نهاري، حد يعمل كده في شعره؟ انت مجنونة، حد يعمل كده؟ والله الكوافير هي اللي وعيت لي شعري من غير ما اقصد. انا اسفه جدا يا حبيبي، مش عارفه اعمل ايه. لا لا، انا مش قادره اصدق عينيا، انت خلاص ما بقيتيش مراتي ولا عايزه اعرفك تاني. يا ناري يا ناري. اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فصيحة عجبكم، بليز متنسوش تعمل لايك سبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.